أطلقت مديريات الثقافة بحلب ملتقى التصوير الضوئي الأول للهواة، وذلك في صالة تشرين للفنون الجميلة بحي السبيل، وبالتعاون مع فرع اتحاد الفنانين التشكيليين وجمعية اتحاد المصورين في حلب. نحن اليوم في الملتقى الأول للتصوير الضوئي للهواة. طبعا هو الأمر الشائع والرائج في كل دول العالم حاليا، مادة التصوير محببة للجميع، يعني الجميع يحاول أن يقتني كاميرا، أن يحاول أن يصور مناظر طبيعية، أو للأسف ما حصل في حرائق غاباتنا، الكل أصبح هاوي ويريد أن يصبح محترف للتصوير. مشكورة مديرية ثقافة حلب الاهتمام بهذا الفن، إذا اعتبرناه فن لأنه فعلا هو أحد الفنون التصوير. هذا الملتقى اليوم يضم ورشات عمل، تبدأ ورشة العملي بستة محاضرات عملية لنخبة من الصحفيين والفنانين، منهم الأستاذ عبد الكريم عبيد، أحمد حفار، أستاذ عاكف كموش، أستاذ عبيدة القدسي، أستاذ إدار جودات وغيرهم. ثم ننطلق للمرحلة الثانية، مرحلة العملية، سيقوم بتدريب الفنانين الهواة على فنون التصوير الضوئي في الطبيعة، ومستخلص هذه الورشة العملي والنظري سيكون هناك معرض لهذه الأعمال التي تعبر عن أصالة وعراقة مدينة حلب. نشارك اليوم في هذا الملتقى، ملتقى التصوير الضوئي، لثقل المهارات لدى المشاركين في هذا الملتقى، فكل الشكر للقائمين بهذا الملتقى. نحن نتبع هذه الدورات لصقل مهاراتنا ولمواكبة الأحداث التي تجري على أرض الواقع، وقيامنا بقراءة الخبر وتحليله وتفنيده بالصورة الصحيحة. الملتقى يعتبر الأول من نوعه في مجال التصوير الضوئي. في بحلب كثير هواة للتصوير، بحاجة لمين يرشدهم، بحاجة مين يقول لهم كيف اللقطة السليمة، كيف لازم يتعامل المصور مع الحدث، كيف لازم تكون الصورة سليمة. فنحن بحاجة لتغيير دائما في ملتقيات، في دائما فيما يخص الإعلام، خاصة الهواة. شاركت بهي ورشة العمل، أول شيء هي خبرة، وغير هيك نحن نستفاد منها كثير كعلمين، بتفيدنا في اوقات كانه تصوير او اي شيء، يعني نحن بتفيدنا ومنه بناخذ شهاده. ملتقى التصوير الضوئي للهواة امر كثير حيوي في مستقبلنا المعاصر، ولا سيما انه نحن بحاجه لتوثيق كل شيء يتم بالصوره، واهميه الصوره اللي بتعبر حتى عن 1000 كلمه، فبتختصر كثير من الامور. ضم الملتقى المحاضرات النظرية تحت عنوان الصورة الصحفية وأخرى بعنوان أساسيات التصوير. كما سيشهد الملتقى جلسات عملية في أماكن عامة تمكن المتدربين من تطبيق المعلومات النظرية.